السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت وقتكم مشاهدين الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في تلفزيون الكويت وعلى القناة الرياضية دائما نرحب بكم في برنامج قصة إنجاز هذا البرنامج الذي دائما يسعى أن يسلط الضوء على الشباب المنجزين وأيضا رياضيين من دولة الكويت طيب اليوم هو بطل العالم في رياضة الرماية وهو الكابتن منصور الرشيد حياك الله كابتن منصور الله يحييك هلا مرحبا أول شيء أشكر تلفزيون دولة الكويت القناة الثالثة على استضافتكم الحلوة واللي عودتونا عليها للامانه وهذه طبعا دعم للرياضيين امانه وما قصرت. تاكد ان دائما في وسائل الاعلام ودائما في منابر وزاره الاعلام تسليط الضوء دائما على الشباب المنجزين اللي مثلك وايضا من يحقق انجازات هذا حقه واجب يعني ودائما راح نكون يعني مساندين لك وداعمين لك وايضا لكل من هو يحقق انجازات. الله يجزاكم خير وهذه انا اشوفها بعيوني للامانه في كل دول حتى كانت اذا كان في دول مشارك أه فيها برا هم بعد يجوني من تلفزيون دوله الكويت فيدعمون البطوله اللي ننجز فيها. تستحقون اكثر، ابدا وياك كابتن منصور في حلقتنا وفي نقاشه ولكن قبل كل ذلك في تقرير يتحدث عن رياضه الرمايه وتاريخ هذه الرياضه راح نشوف هذا التقرير ومن ثم لنا عودة ان شاء الله. مشاهدينا الكرام تقرير ومن ثم لنا عوده ويانا. نشأ اتحاد لعبة الرماية في عام 1887 وتم ادراجها في الالعاب الاولمبية الاولى في اثينا عام 1896 ونظمت بطولتها العالميه الاولى في فرنسا في مدينه ليون عام 1897 عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير ومرة أخرى رحب في الكابتن منصور الرشيد حياك الله كابتن منصور الله يحييك هذا مرحب آه كابتن منصور لو بتحدث وياك في البداية عن ال... انطلاقك في رياضة الرماية يعني ما شاء الله ترى العائلة يعني مشتهرة في رياضة الرماية يعني العم وأيضا آه ولد عمك وأيضا الأقارب آه رياضيين ولكن أكثر ما اشتهروا فيه في رياضة الرماية فبدأ وياك في رياضة الرماية ومتى انطلقت في هذه الرياضة اول شيء للامانه يعني كنت بدايتها كنت يعني اشوف من العائله انه انجازات قويه في بطوله الرمايه في كره القدم في الوثب في في بعدهم العاب قوه العاب قوه نعم فطبعا أنا لا اجتمعنا كل اسبوع فهذا يتحدث عن انجازه هذا يتحدث عن انجازه ف فالواحد يصير في او الولد يكون في في روح المنافسه في هذه اللعبه، فانا حبيت الرمايه ليش؟ لان من عمرنا ونحن صغار ونحب المقناص قبل. فكنا مشهورين في المقانيس يعني برا الكويت وداخل الكويت في الرمايه. فنحب نرمي فالوالد الله يرحمه ويغفر له يا رب ان شاء الله ويسكنه الجنه. اللهم فحبب فيني لعبه الرمايه ف مو اللعبه اللي هي الرياضيه فانها حببني في الرمايه قبل لا ادش في رمايه رياضه الرمايه. جميل يعني إيه انت دخلت هذه الرياضه في البدايه كمحبه يعني كمحبه ك... هوايه هوايه و... مقناص ومقناص و... ونروح نصيد ها؟ جميل فتعلمت وحبيت الرمايه حتى انطر كل اسبوع يعني كنت صغير كل اسبوع انه يعني ودني على المقناص بس عشان برمي بس برمي فصارت عندنا حبينا البندق ان نرمي وطبعا درج لي من الاسلحه اللي هي مات الصيد من الصغير اللي هي ام ربع بعدين ام نص بعدين ام خمس ها حلو فشوزن فبعدين عاد حبيت رمايه رياضه الرمايه بس الوالد ما مارسها كرياضه يعني دخل في نادي وشارك لا لا شارك في طبعا في الثمانينات شارك في اللعبه لبدايه التسعينات جميل اي هذا الوالد و لكن استمرت وياه اي لكن عندي عمي بطل اولمبي عبد الله الطرقي الرشيدي نعم طبعا حقق انجازات فضل من الله يعني انجازات ما شاء الله يعني ما يعني ما حد يقدر او صعبه انجازات الفتره هذه يحققها في ثلاث ميداليات ذهبيه آه عالميه آه ورا بعض يعني كل اربع سنوات اربع سنوات بطوله عالم اربع سنوات بطوله عالم م. اربع سنوات بطوله عالم ذهبيه ذهبيه م. ذهبيه <تصفيق> <تصفيق> رفع رفع, رفع سقف التحدي بالنسبه لكم انتم اي اي نعم, نعم, وهو صقل فينا الموهبه في الرمايه طبعا اخذنا من خبرته شوي يعني لازم انه يكون اكيد لازم ناخذ منه شوي فيعطينا في هو ما يقصر يعني من بدايه الرمايه فلازم انه يعطينا من الخبره اللي يعرفها او يقصر علينا الخبرة اللي هي اكثر من 35 الى 40 سنه في م. الرمايه فيعطينا في منها عشان يقول عصاره الخبره يعطيك مختصر الرمايه كلها جميل فهذه طبعا تجي طبعا ما تجي بروحها كذي طبعا م. لازم يكون هم بعد نادي الرمايه الكويتي في دعم قوي لرياضه الرمايه فهذا اللي وصلنا لل الميداليات القويه اللي حصلنا عليها في بطولات العالم جميل كاس عالم واسيا والخليج والعرب. طيب كابتن منصور لو بتحدث وياك يعني في البدايات نتكلم عن بداياتك في الرمايه لو اي شخص ايضا بيدخل مجال الرمايه يعني كرياضه يعني ممكن يتواجه صعوبات ويجهل هذه الصعوبات ما يدري شنو هي الصعوبات ممكن تواجهه فانت اليوم كرامي في دخولك وبداياتك الصعوبات اللي اكثر شيء اللي كانت ممكن بالنسبه لك يعني عائق في ممارسة رياضة الرماية. آه للامانة فضل من الله يا رب لك الحمد. احنا آه طبعا في ديرة محسودة علينا م. للامانة. فالحمد لله ديرتنا مو مخليه علينا ولا شيء صعب. الميادين مفتوحة. الدعم آه ما يقصرون في اي شيء من مدربين من جهاز فني خاصة اكلمك عن الرماية يعني. م. جهاز فني كامل في رياضة الرماية الميادين من أفضل ميادين في العالم يعني تصنف من أفضل ميادين في العالم اللي هو ميدان المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فهذا من يعني كل كل الناس حتى في بعضهم يعسكرون عندنا كل سنه يجون الدول الاوروبيه اللي مثلا يصير عندهم ثلج فيجون الكويت في شهر واحد شهر اثنين آه، عشان يتدربون ويكملون استمرار ممارستهم للرمايه آه في ميادين فالحمد لله يا رب لك الحمد يعني ما في يعني ما فيها صعوبات يعني اي واحد ممكن جديد على الرياضه هذه يعني ممكن آه ما يلقى مثلا السلاح اللي يستخدمه آه انه مثلا ما يعرف وين يروح سكيت ولا يروح تراب آه يعني الامور هذه تقريبا إيه آه طبعا آه نادي الرمايه مسوين في مدربين مختصين م. في الامر هذا يعني يكون انا اللي شفته يعني م. فاني ما اقدر اتكلم عن الاداره شلون طريقتهم بس انا اللي اعرفه ولا اشوفه يعني اذا جاهم رامي مثلا اول شيء يخلونه يرمي سيفتي ليش؟ لان انا العام مدخل الولد يرمي وياهم فعلى سيستمهم هم ما تدخلت انا فيه ليش؟ لان عمره صغير 14 سنه فيخلونه يرمي سكيت يخلونه يرمي تراب طبعا هذا في مدرب عنده مختص يشوفون السيفتي فيه عالي بعدين عادي يدخلون اللعبه اللي هو يبيها اللي بخاطره فيها فبعدها اذا كان الجونيور هم الجونيور ينفع لرمايه الرياضة الرمايه في المستقبل يعني هم دائما اللي يمارس اي رياضه معروف يعني في البدايات يعني ياخذون البدايات الصغار يعني بسبب انه تعليمه وتاسيسه نعم. بيكون الامر الاسهل من الاشخاص الكبار، ولكن اليوم المنشات الرياضيه موجوده، نعم. المدربين موجودين، فما في صعوبات يعني اي شخص نعم. حاب انه يمارس رياضه الرمايه يعني ممكن قبل نعم. ممكن يعني حيل ممكن لكن الحين لا جميل. فضل من الله يعني ما شاء الله تبارك الرحمن نعم. وانت كابتن منصور يعني ما شاء الله العائله كانت حواليك يعني فايضا انت يعني استفدت يعني من عمك ومن ابوك ومن <applause> الاقرباء الموجودة عندك يعني ان عطوك يعني الخبره علموك التكنيكات <تصفيق> الاساسيه، فببدا <applause> وياك من كنت انطلقت في الرمايه، ابدا وياك في اول انجاز واول بطوله شاركت فيها. حلو اذا كنت بطوله خارجيه أو داخليه؟ خلينا نتكلم بطولات الخارجيه. بطولة خارجيه طبعا كنت في اول بطوله حصلت عليها كانت مشاركتي في بطوله الخليج. <applause> كانت في العين 2012 فكنت رايح احتياط الاحتياط يكونون اثنين والمنتخب ثلاثة فقبل لا نطير تعب شخص من الرماة فأنا كنت الاحتياط سديت الفريق في بطولة الخليج فأول أربع جولات ما كنت يعني لأول مرة شارك بطولة خارجية فالواحد شوي الرهبه يعني شوي موجوده شويه فيه حركه يعني او انت تمثل الدوله ويعني كذي هذه الرهبه اللي تصير فيها الواحد فتكون عليك آه تقع عليك مثل مسؤوليه م -م. ترى الناس اللي يشارك المنتخب من ما تحس منه ترى نا 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 رايح انا مشارك بس كذي لا هي تروح تشارك انت ممثل المنتخب ومثل الكويت ومسؤوليه والله صحيح. العظيم والله يشهد علي الله انها مسؤوليه انا اللي اشوفها مسؤوليه مو عاديه يعني اذا ما كنت جاهز ممكن ما اروح اقول لا انا لا رحت البطوله هذه لازم مني انجز بعد الله يعني توفيق من الله لكن لازم انك يعني تجهز لها صح البطوله فيوم رحت انا كنت جاهز وكنت رامي 121 من 125 هني يعني بالتصنيف فحطوني وياهم احتياط قالوا على ما يعني شو اسمه يكمل مسيرته فيوم دشيت وياهم فضل من الله اول اربع جولات انا الاول على الخليج كله ما شاء الله اول اربع جولات فشفت النتيجه كنت ما شاء الله انا طايفهم يعني برقم قوي فاخر جوله انكسر وياي الستوك وانا ما كان عندي خبره فيها انكسر الستوك الخشب اللي ورا هذه انزلت يعني عن مكانها الطبيعي انزلت يعني يقول يعني يعرفونها للرماية انزلت نزلت 10 ملي 10 ملي هالكثر فانا ارمي ما حوش طبق إيه فليش؟ لانه كان يجهزني عبد الله التركي. إيه فهو بالعيارات وهذا ضبطني اياه الستوك عبد الله التركي. إيه فانا ما كنت اعرف العيارات إيه فعقب البطوله هذه علمتني وفضل إيه من الله اخذنا الفريق الاول. ما شاء الله. اي الفريق الاول إيه ما طيحت ربعي إيه ودشيت فاينل إيه مع معاهم المركز الخامس. إيه واخذت المركز الخامس في بطوله الخليج. وهذه كانت اول بطوله مشاركه. مشارك إيه بس ميداليه فريق اخذنا إيه ذهبيه. عشان ما طيحت ربعي يعني والفردي؟ والفردي لا اخذت الخامس بس جميل من اصل كم؟ من اصل يعني الخليج كله مشاركين فيه؟ اي مشاركين في البطوله هذه الله يعطيك العافيه الحمد لله هذا اول انجاز يعني بالعكس هذا هذا وكانت اول احتكاك لك أول تجربه خارجيه يعني واول بطوله يعني وكان ولولا الخلل اللي صار معك بعد ستوك ولا ممكن كان ممكن ابدع فاكتشفوا فيني اني يعني انا فيني موهبه فخلوا الموهبه هذه قالوا كانت صادف متى؟ بطولة دورة الألعاب الآسيوية فطبعا أنا عارف يعني وهم بعد أبو طلال ممكن علمني في الأمر هذا م. فالناس أو إدارة النادي عندهم خبرة أكثر مني م. فممكن ما يحطوني بطولة آسيا ليش ممكن بدأ لا خله شوي م. نست بعدين عرف عنه كل شيء حلو خله يمارس أكثر إيه إي فيمارس أكثر صحيح ففضل من الله يعني شاركت في بطولات ثانية حقق ميداليات طيب كانت طيب. عند انطلاقتي من 2017 لا جميل انا راح اتكلم وياك عن البطولات ايضا الخارجيه اللي شاركت فيها والكثير من الانجازات ولكن بعد هذا الفاصل باذن الله فاصل مشاهدين الكرام ومن ثم لنا عوده معنا عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ومرة أخرى رحب فيها الكابتن منصور الرشيد حياك الله أبو محمد الله يحييك محمد يمكن تكلمنا في البدايات أه وقلنا شلون ما شاء الله العم يلعب له أه دور كبير والأب أه أيضا يلعب دور كبير في يعني استغل الموهبة وكذلك أول مشاركة لك في بطولة العين بتكلم وياك أيضا في مشاركات ومن أهم المشاركات اللي شاركت فيها مشاركة طوكيو اليابان في اليابان كلمنا عن هذه المشاركه الاستثنائيه اللي كانت ايضا واجهت فيها كورونا اذا <applause> ما طبعا مشاركتنا في طوكيو نعم. كانت بحد ذاتها انها كانت في اكبر جائحه تقريبا صابت العالم كله مو بس رياضة هذه. فكانت فيها صعوبات قويه للامانه احنا واجهناها يعني تعرف البي سي ار على الحجر اللي وصلنا فيه هناك لكن هم بعد ما قصروا أه اللجنه الاولمبيه الكويتيه أه يعني ودونا في طيران خاص أه وهم بعد ما قصروا باي شيء في حتى في عز جائحه كورونا فكنا يعني فضل من الله كانت لنا سياره خاصه كانت لنا هذه لكن هم انها كانت أه يعني مثل ما تقول معضله في وقتها هذه الأولمبية فهذا اللي ما خلاني انجز بفضل من الله يعني جبت رقم طيب لكن يكون طبقه وطبقين على الفاينه فكانت يعني انا متاثر قبلها بثمان شهور يعني كانت الوالد بعد كان الوالد متوفي الله يرحمه فكنت وياه قبلها بست شهور فبعدها طبعا ست شهور تعرف النفسية الواحد صحيح اذا كان قريب الشخص يعني الوالد انا تقريبا مثل الاخو مثل الرفيج مثل فكان يعني انا يعني علاقتي بيني وبينه مثل السالفه هذه فكانت يعني شوي متاثر في سبب وفاته فصارت يعني تدريجيا على الاولمبيات بالسالفه ولكن ولكن ف... ولكن الجميل المشاركه فيها هذه الاحتكاك مع مع الابطال على مستوى العالم طبعا مشاركتي في الاولمبيات ما جت مثل ما تقول اسم دزوه حق منصور رشيدي وروح شارك في الاولمبيات له مشاركتي في الاولمبياد طبعا صارت عن طريق تصنيف عالمي شارك في العالم كله على كرت على كرتين تاهيليين الى الاولمبياد كانت في بطوله في الامارات العربيه الشقيقه كانت اول كرتين هم اللي حصلون على التاهيل الاولمبياد اليابان الكلام هذا سنه كم 2019 ف يعني قبلها تصنيف فالكروت الموزعه في خلال اربع سنوات حق الاولمبيات القادمه 30 كرت يعني يبغون 30 رامي فال 30 رامي هذه ينفضون مثل ما تقول رماة العالم نف صح عشان يشاركون بس الاولمبيات يعني والاولمبيات بس يشاركون فيها من 32 رامي الى 30 رامي م. فمشاركتي فيها اخذت الاول في كنت كانت بالامارات في العين اخذت الاول فيها عشان اخذ الكرت واتاهل الى الاولمبياد فمو سهله اكيد انه المشاركة الاولمبياد فالناس يعتقدون انه سهله فلان شارك لا فاربع سنوات احنا ندق الميدان دق عشان <applause> نشارك الله يعطيك الصحة والعافية الله محمد هل محمد يمكن ايضا خلينا نوضح للمشاهدين تفاصيل الرماية انت متخصص في السكيت اي نعم السكيت وفي ايضا رماية الرماية التراب الترابي طيب ايش الفرق بين هذه والسكيت؟ رماية السكيت طبعا وشنو هي الاصعب بعد مرة واحدة بما ان الكثير الكثير يعني يبي يعرف شنو الاصعب ما بين السكيت وما بين التراب طبعا رماية السكيت يكون بيتين يطلع منهم اطباق يحدد لك كل طلقه فيها هدف كل طلقه فيها هدف من 125 طبق هذا السكيت الاتراب يطلع لك من الحفره لها حفره ويطلع الطبق قدامك يا يمين يا يسار يا سيده لك طلقتين على هدف واحد. مم. لك يعني تقريبا 125 طبق وكل طبق طلقتين عشان تصيب الهدف. جميل. فكل لعبه لها صعوبتها. فالسؤال هذا جاني يعني كثير اللي بيدشون كل... الرمايه يسالونك. يسالون فيها اي اصعب تراب ولا سكيت مم. فتراب لها لعبه لها صعوبتها ولها ناسها اللعبه والسكيت لها ناسها ولها صعوبتها. فاللي <applause> يرمي تراب ممكن يرمي زين. فيروح السكيت يحسب انه انها زينه وسهله انه رمى تراب فممكن يصير من اخر الرماه. يعني 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 ممكن اللي يرمي سكيت يختلف معاه الوضع اذا راح ذهب الى رمى التراب. اي نعم. بالعكس <applause> كذلك؟ فرق مثل الكره مثال مثال. مثل كره السله وكره اليد. هي كلها تلعب اليد. صح. لكن هذه لها لعبتها وهذه لها لعبة بس قوانينها ثابته. لا اي قوانينها ثابته. قوانينها ثابته. ايه قوانينها ثابته في التحكيم عد فيها. ولكن التكنيك والطريقه تفرق عن يعني فرق, فرق حتى لبسها غير، الجاكيت غير النظاره النظاره غير. جميل. فهذا الفرق يعني فيها السلاح نفسه ولا يختلف؟ أه السلاح يختلف بعد ل... عندك بعد هم الوقفات تختلف ل... الرؤيه تختلف ففيها فيها يعني طيب ما شاء الله انا كذا مره رحت ميدان رمايه اللي في أه وشفت يعني الاصنافها وانواعها يعني شفت ايضا رمايه السكيت وتراب ايضا شفت رمايه اللي داخل الصاله اي نعم فيها هم الهوائي رمايه الهوائي فيها المسدس وفيها البندقيه فهذه لعبه انا مو لعبتي لكن هم بعد لعبه يعني هم وشفت ايضا لبسهم لبسهم يلبسون لبس ثقيل عاد هذاك بعد هم لهم سالفتهم آه يعني اللبس مالهم تقريبا والله مو رخيص انا سالت يعني عن سعره يعني غالي والله مرخيص قبل وغدرة اي فالطلبيه اللبس آه فكل لعبه لها صعوبتها آه فالواحد حتى لو يرمي مثلا هوائي ما آه صح انه يرمي آه وممكن يحصل على مراكز آه ممكن فايز لكن لو يروح الشوزن يضيع يضيع من هذا وممكن رعي الشوزن يروح حق الهوائي هم يضيع اي لان قام الناس قام يخلطون اه تقدر ترمي بالشوزن تقدر ترمي بالمسدس تقدر ترمي ولكن تختلف معك تكنيكات تختلف لكن م. في ناس عندها خبره ايه في ناس عندها موهبه ايه ممكن لكن هذا الشخص اللي يقول هذا الشخص المحترف اي تقريبا ايه اه انا يعني رحت رميت ايه من لكن مو عد اللي هي الهوائي مو, ايه مو رميت يعني كمسابقة ولا شيء ايه لكن انا ارمي فيها ايه ارمي فيها رمايتي زينه فيها بس لو اروح اشارك الهوائي ايه تاخذ وياي فتره طويله ايه يعني تضيع شفت اللي يقول لك صاحب البالين كذاب <applause> ها؟ فعندك انت رمايه شوزن وفايز فيها وهم بعد مستواك عالي فلو تروح حق رمايه الهوائي وترمي فيها مثلا أنا ما لقي لك تراب بعد <applause> القريبة لا بقول لك الهوائي فانت ممكن تنجز فيها بس متى تنجز فيها؟ بعد اربع سنوات خمس سنوات من الممارسه اي بس تضيع هذه وتضيع شنو؟ صح وتبدي مع هذه تضيع نفسك صح جميل فالعمر رايح <applause> ف شوي ويروح عليك الوقت يروح عليك الوقت صحيح فتركز انت على 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 مسار واحد وتنطلق فيه طيب انا بستمر وياك كابتن منصور ايضا الميداليات اللي موجوده كذلك في بطوله قادمه نتكلم عنها البطوله اللي في شهر 11 وفي صور راح تطلع ويانا ايضا على الشاشه نتكلم عن هذه الصور ونعلق عليها المواقف والاحداث صارت لك ولكن هذا كله راح يكون بعد الفاصل باذن الله. مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم لنا عوده خلكم ويانا. <applause> عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ومرة أخرى في الكابتن منصور رشيد حياك الله أبو محمد محمد يمكن تحدثنا بإسهاب في قبل الفاصل عن البدايات ومن ثم المشاركات كذلك بنتكلم عن الميداليات الموجودة يعني ما شاء الله هنا الميداليات يعني من كأس العالم إلى إلى الأولمبياد أيضا على مستوى آسيا فأبيك تعطيني يعني من الميداليات هذه أبرز ميدالية بالنسبة لك ما تنساها يعني أو لها يعني موقف جميل معك أه والله للأمانة كلهم أكثرهم مواقفهم أه جميلة لكن هم نذكر بطولة أه أسياد آسيا كانت في في الصين أه في أندونيسيا جاكرتا آه جميل أه فيوم أه شاركنا فيها كان مشاركتنا سريعة فيعني في كنا رايحين مشاركين بطولة كاس عالم كان اللي غاف على أه الكويت في يعني ما نرفع العلم او صحيح و... فكان اللي قاف على الامر هذا فيوم هذا كان 2017 2018 2018, 2018. 2018. اي بشهر تسعة تقريبا فاخذنا طياره ورحنا وشاركنا في اسياد اسيا في اندونيسيا والحمد لله حصلت على المركز الاول وكان وقتها فيها ظروف مناخيه مطر وهواء فالحمد لله يا ربي لك الحمد حصلنا على المركز الاول وهذه الميداليه موجوده والوالد الله يرحمه كان موجود وياي في استقبالي في المطار فكانت يعني لها يعني هذه ابرز ميداليه بالنسبه لك اللي هذه بدايه اول يعني بدايه الضغط المنصور بدايتي يعني جميل اي نعم طيب ايضا تشارك على في في يعني قريتها من ضمن السي في الجوائز الكبرى مشاركات الكبرى كلمني عن هذه البطولات. مشاركات الكبرى طبعا يشاركون فيها عدد كبير من الرماة فمن كل دوله يعني يشاركون فيها مثل هذه الميداليه عندك طبعا عدد كبير فيها في كانت كازاخستان وهم في ايطاليا بعد كانت يعني عدد كبير يعني فيصير العدد مو محدد من أي دولة تقدر تشارك في البطولة تقدر بعدد ش... مفتوح تقدر تشارك في عدد مفتوح ما يحددونهم مثلا آه ثلاثة مثل المنتخب الأساسي فيصير خمسة ستة سبعة م. فهذه الكبرى إذا كانت مفتوحة م. الكبرى مفتوحة فشاركت أنا في إيطاليا كنت وهم مشاركين فيها تقريبا من 300 إلى 400 رامي كانوا في البطولة هذه فشاركت هم بعد مسكيت في آه بطولة مثلها جرين كاب يسمونها في ايطاليا كان تصنيف تصنيف الايطاليين كلهم ففضلًا من الله يعني اخذت أه 125 من 125 ما خطيت ولا طبق الاطباق كلها خلصت اخذتهم ها كلهم ها يا ربي <applause> لك الحمد مع انه يقولون ايطاليا تعتبر هي المعقل الاساسي للرمايه المعقل الاساسي للرمايه فكنت مشارك كنت معسكر تدريبي طبعا دزني نادي الرمايه الى ايطاليا عشان اجهز للاولمبياد. فكانوا رابع المنتخب مشاركين في فنلندا. فرحت إلى ايطاليا قلت خلني بالفتره هذه يكون معسكر عشرة ايام عشان لا اريح الفتره هذه فكنت كانت الاولمبياد قريبه قبل لا تاجل في وحرست فيها المركز الاول؟ الحمد لله اخذت المركز الثاني لان اذا دشيت الفاينل يصفرون إيه العداد مره ثانيه ومن الصفر وتبدا من جديد وبديت من الصفر. جميل. اي أيوة والله فهذه تسمى وهذه تسمى البطولات الكبرى المفتوحه اي هذا الكبرى المفتوحه جميل إينا. الكثير من البطولات ايضا إينا. تبدا معكم انتم كرامين وفي بطوله الرمايه خلينا نتكلم من بدايه السنه يمكن تدخلون في ست سبع بطولات نعم على مدار السنه إينا. فاول بطوله تنطلقون فيها يعني ذكرت انها محليه يعني موجوده نعم في بدايه شهر 11 ان شاء الله تكون عندنا بطوله سمو ولي عهد الشيخ صباح الخالد حمد المبارك الصباح الكبرى سنويه طبعا هذه مشاركين فيها عدد من غير رماة الكويت مشاركين فيها ناس من خارج الكويت من خارج دولة الكويت فتعتبر علينا اول شيء هذه البطولة غالية لأن اسمها غالية للأمانة فهذه طبعا البطولة تعتبر منافسة قوية مثل بطولات تقريبا نقول عالم ليش ان ما دام جايينك رماه من برا فجايينك جاهزين الناس مشاركين بطولات خارجيه وهذا فجايينك يعني هم انها ما ودهم يفوزون عليك وانت داخل صحيح ف... هي من البطولات اللي الصعبه كذلك إن... لان المنافسه فيها يعني إن... شديده وبدايه موسم والناس يعني مجهزه صح من الصيف كله كثير الناس يبغون يجهزون طبعا بكل وقت في ناس في رما اذا كانوا مثلا بدايتهم يعني بيشاركون فيروحون ايطاليا يتدرمون في معسكرات هناك فيقعدون في معسكرات في ايطاليا يسافرون في اوروبا <applause> بالاجواء اللي تكون حاره عندنا فيروحون يعني هم نادي الرمايه بعد اذا كان بالصيف يروحون اذا معسكراتهم معسكرات يسوون معسكرات في ديره بارده اذا كانت فيها اما مثل معقل اللي هو الرمايه يعني تجهيز حق الموسم القادم يكون نادي الرمايه يكون من سير في السلاح من جاكيتات من نظارات فيكون بالصيف لان يكون هذا الوقت الزين لنا منها م. نصيد شغلتين من نصيد الحر ان نكون بالبراد نتدرب ونكمل مسيرنا في الرمايه ومشاركات خارجيه مرات المعسكر ونسافر على طول جميل البطولات خارجية من برا جميل الإنجازات كثيرة ميداليات كثيرة الصور كثيرة واللحظات الجميلة اللي تحقق فيها إنجازات يعني لا تنسى كان ودي والله أن نأخذ معك حلقة ثانية وثالثة ورابعة لكن بحكم أن عندك تدريب بعد شوي وتحضير للبطولة لذلك منك ان شاء الله التوفيق الله نشوفك ان شاء الله تستمر كبطل العالم في رياضه الرمايه نعم الله عليكم ما قصرت يا شكرا لك ايضا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه وعدنا معكم سيتجدد ان شاء الله في الحلقات المقبله الى حين ذلك الوقت تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وللقاء